Wars Monuments, 2013. اللي يرفع الوقت نرجع تقديم الفيلم طلبك مهندسة معمارية إلى مناسبة قادمة وبعد التدخل نشرع في النقاش مباشرة. شكرا. نشكر المهندسة على الاستضافة ومتاح الفرصة باش نقدموا المسابقة هذه اللي باش تقدمها في تونس. هي مسابقة عالمية وكقدم روحي يا حبيب مهني من مجتمع ويكيبيديا في تونس، ان شاء الله باش نكونوا جمعيه خاصه بويكيبيديا، وفي انتظار ذلك عضو مؤسس في جمعيه الثقافه الرقميه الحره في تونس، وهي جمعيه جديده. باش نحكي في المداخله هذه على ما معنى ويكيبيديا ويكيميديا والصور الحره وما دخلها في المواقع الاثريه والمعالم في تونس. قصة صغيرة على معنى ويكيبيديا. نبدأ بمعنى ويكي. ويكي هي كلمة أصلها من جزر الهواي وتعني بسرعة، وتطور المفهوم هذا ولا شبكة على الإنترنت. المحتوى متاع الموقع هذا على الإنترنت قابل للتغيير من كل المسجلين بالموقع في إطار عمل تشاركي. وأمثلة على ويكي موجودة في العالم، فما الويكي ليكس، الناس كل تعرف التسريبات اللي وقعت في العالم، وبالطبيعة ويكيبيديا. ويكيبيديا هي من كلمتين ويكي وبيديا، بيديا من انسيكلوبيديا أي موسوعة، وويكي يعني بسرعة الناس كل تنجم تغير المحتوى نتاعها. إذا ويكيبيديا هي موسوعة من شهر جانفي 2001 موجودة على الويب. هي متعددة اللغات، فحكيت 270 لغة، معناتها كل مجتمع يتكلم بلغة ينجم يعمل لغة خاصة به في ويكيبيديا، وبالطبيعة منها اللغة العربية. هي موسوعة تشاركية، الناس الكل نجم تشارك في إطار عمل مشترك مع بعضهم بالتنسيق على أساس بعض ال 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 قواعد الموسوعة هي استشهاد المصادر، أن تكون المصادر محايدة، المعلومة محايدة إلى غير ذلك. والأخص من في هذا الكل هو محتوى حر. شو معناتها محتوى حر؟ أو الحرية بصفة عامة على الإنترنت، أو الحرية الرقمية، أي عندك الحرية باش تستعمل الموسوعة هذه بدون ما تدفع حتى مقابل. نجم تطلع على المصدر اي لا سورس نتاع المعلومه والسورس نتاع التكست هذاك حر، يعني تنجم تعدل فيها، تنجم تضيف معلومات بطبيعه كيف تستشهد المصدر، واعاده نشر الموسوعه هذه حتى في بمقابل. موقع ويكيبيديا هو الموقع الخامس اكثر تصفحا في العالم، او يوري الاهميه نتاع الموقع هذا في العالم. وتسهر على تسيير الموسوعه هذه هي مؤسسه ويكيميديا، أو شو الفرق ما بين ويكيبيديا ويكيميديا. ويكيميديا فاونديشن أي مؤسسة ويكيميديا هي مؤسسة غير ربحية موجودة في سان فرانسيسكو، تسأل على الخوادم لي سيرفور اللي يأسسوا ولا يحافظوا على الموقع ويكيبيديا. ويكيبيديا اللي كان نشوفوها دونك هي أساس تشرف عليها مؤسسة ويكيميديا، ما نلقاوش ويكيبيديا وحدها اللي تشرف عليها ويكيميديا. فما كثير من المشاريع الخاصة بويكيميديا. هنا اللوغو أو الشعار هو هذا متاع ويكيبيديا، أي الموسوعة. ويكيبيديا تستعمل ملفات صوت، صورة، فيديوهات. هذه الملفات لا توضع في ويكيبيديا لكن في مستودع خاص، لأن المستودع الخاص هذا هو الذي سيجمع بين اللغات الكل في ويكيبيديا. لأن قلنا أن ويكيبيديا ماهيش في لغة واحدة، هي الفرنسية والإنجليزية والعربية فقط، أما 270 لغة. أي موسوعة نجم تأخذ هالصور هذه من مستودع ويكيميديا اللي موجود الشعار نتاعو هذا. وإضافة على ويكيبيديا وويكيميديا كومنز، فما مشاريع أخرى، فما مثلا هذه ويكي نيوز هي الأخبار، ويكي فيرسيتي الجامعة، ويكي سبيشيز
ليزيسباس ويكي كوتس ويكي بوكس ومشاريع خاصة أخرى أقار علاوة عن ويكيبيديا. إذن هذه ويكيميديا فاونديشن أو مؤسسة ويكيميديا فيها فروع في العالم الكل، مش العالم الكل، في كل دولة نجم تعمل شابيط أو جمعية محلية في البلد هذاك. إن شاء الله في تونس إحنا قاعدين نحاول باش نعمل مجتمع ويكيميديا في تونس، شابيط خاص بتونس. في انتظار ذلك أسسنا جمعية الثقافة الرقمية الحرة، هي باش تتبنى المشاريع باش تنظمها ويكيميديا في تونس، ومنها ويكي بروجيكت أي مشروع ويكيبيديا في تونس. صور حرة، نرجع للتعريف بالصور الحرة اش معناتها، وهي مسابقة للصور الحرة. الصور الحرة باش نكونوا واضحين هو مش تخلي عن الحقوق، ومش تخلي عن الحقوق، ومش كيف نشر الصور بدون حقوق، ما يسمى بالدومين بيبليك، دومين بيبليك معناتها الناس كل نجم تستعمل غير تذكر المصدر او تذكر صانع الصورة. اذا هي عكس او هي ما بين الدومين بيبليك والكوبي رايت، اي حقوق التأليف محفوظة. اذا سيكون اللي باش يقدم الصور نتاعو في المسابقة سيتخلى عن حقوقه، لكن ليست حقوق الكل، او شضع الصور هذه تحت رخص دي ليسانس. الليسانس اللي نجم يحطهم في متابعين الصور هذه هي مثلا رخصة المشاع الإبداعي كرياتيف كومنز. الرخصة هذه تضمن للناشر الصورة انه مثلا كيف نختاروا ان الليسانس بتاع كرياتيف كومنز، فما الكثير من الخيارات اللي نجم يستعملها باش يضع الصورة في الرخصة هذه. مثلا اس ا معناتها شير الايك، يلزم اللي يحط اللي يستعمل الصورة من بعده يستعملها في بنفس الرخصة او افتح منها. مثلا نجم يختار نو ديريفاتيف معناتها ان دي، ما يلزمش يبدل فيها. ينجم يختار نو كوميرشال معناتها ما يلزمش يعاود يستعملها، يعاود يستغلها في اغراض تجارية. ونجم يختار بالطبيعة باي معناتها كيف تستعمل الصورة هيك لازم تذكر المصدر نتاعها. هذه نوع من الرخص الحرة هي رخص المشاع الإبداعي. أما رخصة أخرى هي رخصة بنون الوثائق الحرة، كيف تنجم تتطابق في نوع ما مع رخص المشاع الإبداعي. وهذا من رخص الزوز مستعملين في ويكيبيديا، وهم باش يستعملوهم في المسابقة هذه. إذا اللي يحط التصوير نتاعو في المسابقة هذه باش يتخلى عن الحقوق نتاعو، باش تطيح في الدومين في الكوميونتي معناتها نتاع العالم الكل، تولي ما عادش ملكه وحده فقط، تكون على ملك المجموعة الكل. إذا ما هي المسابقة هذه؟ شوفوا التعريف نتاعها في ويكيبيديا، هي مسابقة الويكي تهوى المعالم أو ويكي لافز مونيمنتس. هي مسابقة تصويرية سنوية ينظمها متطوع مجتمع ويكيبيديا وحركة ويكيميديا في كافة أنحاء العالم، وقد صنفتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2011 عام نوم معناتها كأكبر مسابقة تصوير في العالم أسرع، أو أكبر مسابقات في العالم أسرع. إذا كان باش يشاركوا فيها العالم الكل، ما نجموش في نفس الوقت يشارك العالم الكل مع بعضه. هي مسابقات محلية كما ستصير في تونس إن شاء الله، في كل دولة من دول المشاركة، مثلا تونس والعالم معناتها كل دول باش تشارك في الصور هذه، في وضع الصور هذه في شهر سبتمبر إن شاء الله. من 1 سبتمبر 30 سبتمبر سيتم رفع الصور هذه على ويكيميديا كومنز. أما بالنسبة لالتقاط الصور فهو مفتوح معناتها في كل وقت، نجم حتى من توا نجم ناخذ الصور هذه ونحطوهم نحطوهم معنا، نخزنهم معنا. وفي وقت المسابقة من 1 سبتمبر 30 سبتمبر تتحمل الصور هذه على موقع ويكيميديا كومنز. إذا تتمثل في التقاط الصور المعالم الثقافية والتاريخية الأكثر أهمية في البلاد، ورفع إلى موقع ويكيميديا كومنز تحت رخص حرة. الرخص الحرة قلناهم كرياتيف كومنز ولا جنو اف دي ال، أكثرية هي سي سي باي اس ا، معناتها سي سي كرياتيف كومنز باي تذكر صانع الصورة، و اس ا شير لايك معناتها يلزمك تعاود إصدار الصورة هذه بنفس الرخص اللي استعملت. من دور المسابقة هذه هو إشهار المعالم الثقافية للدول المختلفة وإثراء محتواها على ويكيبيديا.